سنة كام العديد من المقالات الأستاذ عادل نعمان، وخلينا نتكلم عن مقال كان كتبه البكين والبوركيني وفوجئت بتعيده بتقول كلاكت. ايه اللي دفعك ان انت، وانا عارف ان انت بتهوى الكتابه، يعني انت اكيد ما كانش مرحله كسل مثلا فاستنسخت نسخه قديمه من مقالاتك لضيق الوقت، لا اكيد كان في هدف انك تكتب تاني عن الموضوع بنفس العنوان البكين والبوركيني كلاكت. كلاكت ان انا بكرره تاني مره قلتها قبل كده. ليه بقى؟ لان كان اثير برضو موضوع البوركيني وحصل فيه مشاكل في بعض بعض حمامات السباحه وبعض الفنادق وبعض القرى السياحيه منعت نزوله. وانا كتبت قلت يا جماعه واباحت نزول رجعت تاني. انا قلت انا قلت ببساطه شديده جدا انا لست معترضا على النقاب ولا انا معترضا على المساله دي خالص، لكن ما تفرضش عليا فرضيتك، يعني ما تجيش تنزل حمام السباحه وتفرض عليا وتقول لي انه البكيني ده حرام وانه هو ده زي الاسلام. اللي عايزه تلبس مايوه وتنزل حمام السباحه وعلى النظام الإسلامي فيه عند حضرتك حمامات سباحة مخصصة للسيدات وفي حمامات سباحة مخصصة في أوقات معينة للسيدات وملهاش لازمة إنها تروح تزاحم الستات اللي لابسين بكيني وتفرض نفسها وتفرض ثقافتها وعايزة توقف تدي موعظة حسنة في هذا المكان. يعني عندنا البوركيني يتلبس في البحر بس بيتلبس في حمام السباحة، ده اللي فهمته منك كده ولا بيتلبس خالص؟ على كل الناس الالتزام بالتعليمات الخاصة بنزول حمامات السباحة. ليه؟ لأن هو برضه خلي بالك نقل للأمراض. البوركيني نقل للأمراض. أنا بتكلم اللبس والزي، فلابد من إنه المرأة أو الرجل اللي بينزل حمام السباحة يلتزم بالقواعد اللي موضوعة، مفيش بوركيني يبقى مفيش بوركيني، واللي عايزة تدارى ما هو بيفصل برضه جسمها تفصيلة صعبة. ما انت بتشوف برضو حاجات كتيرة جدا موجودة. فانا بقول لها تفضلي حضرتك عندك حمام سباحة للسيدات في القرى السياحية في الساحل الشمالي كله في الفنادق وفي اوقات محددة للسيدات من كذا لكذا. طب يعني بتزحم ليه الناس يعني في الوقت ده ممكن تلبس مدام للسيدات فقط فبقاش عندها مشكلة حتى لو ارتدت المايو العادي يعني. طب احنا خلينا برضو نتكلم عن ما اثاره الدكتور احمد مهران من مش عايز اقول مطالبته ولكن هو مقدم دعوة للزواج كتجربة او تجربة الزواج، وانا اعلم ان هو محامي دارس فقه وقانون وعشان كده يكون موجود معانا برضو جانب التشريع، ومعايا الاستاذ عادل النعمان بيخوض دائما في مقالاته في العديد من الموضوعات الاجتماعية.